عندما نتخذ الخطوات اللازمة لاستعادة غابة ما، فإننا نسهم بما هو أكبر من ذلك. نحن نعمل على إيجاد عالم أفضل من أجل صحتنا وصحة الأجيال المستقبلية. فمن خلال زراعة غاباتنا مجدداً وإدارتها على نحو مستدام، فإننا نوجد بذلك مساحات جديدة يمكن فيها للنباتات والحيوانات أن تزدهر. ونعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يوجد فرص العمل ويحسن مستوى المعيشة، كما نحدث تأثيراً حقيقياً في تغير المناخ ونحسن نوعية الهواء الذي نتنفس وجودة الطعام الذي نتناول والمياه التي نشرب. نوجد بيئة صحية لينمو فيها أطفالنا. لم يفت الأوان بعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة. دعونا نستعيد غاباتنا ونوجد مستقبلاً ينعم بخير أوفر.